جولتنا المنوعة بلشت، بس هالمرة كل أخبارنا رح تكون بملامح فلسطينية، والبداية بزيارة لمدينة الخليل قام فيها صانع محتوى ليضوي على تاريخها وأصالتها والخصوصية يلي بتخبيها بين حاراتها القديمة، وطبعا سكان الطيبين يلي إيديهم بتتناوب مع كل نهار على حرف ومهن مستمرة من قرون طويلة. وخبرنا الثاني رح يكون عن رجل أردني تعلم مهنة رتي السجاد والجلود من والده على أرض فلسطين، وحملها معه للأردن من سنين طويلة، وهو ليومنا هاد عم يحاول يحافظ عليها لأنه بمجرد ما يتخلى عنها رح تتحول لمجموعة كبيرة من الذكريات المتراكمة وتنقرض للأسف. ومن الأردن رح نرجع لفلسطين لنحكي عن قهوة تراثية قديمة مخباية بمدينة القدس المحتلة، وكانت شاهدة على أصالة هالمدينة وتاريخها الطويل، كل تفاصيلها خاصة، وحتى زوارها بيربطهم فيها علاقة مختلفة إلها مزاج خاص من أحداثهم وقصص حياتهم الكثيرة.